السلام عليكم ورحمة الله. كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى على علم ودراية بنعت وصفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجدون ذلك في كتبهم، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا كثيرا ما يتفاخرون ويتطاولون على المشركين من العرب بما عندهم من علم الكتاب، وكانوا يظنون أن ذاك النبي سيكون منهم. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، حسدوه وجحدوه وكفروا به، فأنزل الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهناك سبب آخر لنزول تلك الآيات قال به عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد عن الإسلام، ثم لحق بأهل الشرك في مكة، ثم ندم على ذلك، فبعث رسالة إلى قومه يقول فيها: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه هل له من توبة؟ فأنزل الله تعالى تلك الآيات المباركات، فحملها رجل من قومه إليه وذهب إليه، فلما قرأها أسلم وحسن إسلامه. ولأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فإن تلك الآيات الكريمة تتحدث عن كل من عرف الحق ثم تركه. جزاكم الله خيرا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا